آثار القصف على مياه الشرب، بل ليس على منازل المدنيين، بل أنهم يستهدفون المياه الشرب لهذه البلدة وليس منازلهم، ويمنعون الأهالي من أبسط حقوقهم في تفجير عبوات ناسفة في وحدات المائية في بلدة قلعة الحصن. من أبسط حقوقهم يحرموهم. أين أنتم أيها العرب؟ انظروا. الله أكبر، الله أكبر على كل من طغى وتجبر. الله أكبر، الله أكبر. من أبسط حقوقهم. انظروا يا عرب، انظروا يا عرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. استهداف خزانات المياه في بلدة قلعة الحصن ومنعهم من المياه لأنهم وقفوا إلى جانب هذه الثورة المباركة.